لقد كان هنا منذ قليل، أين ذهب؟ ها أنا هنا. لن تستطيع الإمساك بزينة الماهرة، حاول مرة أخرى. لقد تعبت، لقد تعبت يا زينة، كفانا لعبان. لقد أحضرت لك هدية بمناسبة نجاحك. حقا؟ هذا شيء لطيف منك يا زينة. تفضل، هذا عسل من أجود أنواع عسل النحل، أحضرته لك من خليتنا. شكرا لك، بسم الله. ها؟ ما هذا؟ عسل مخلوط بالماء يا زينة؟ إن هذا غش، ألا تعرفين ما جزاء الغشاشين؟ أنا لم أقصد مضايقتك، ولكني كنت أداعبك. ولكنك بفعلك هذا تفعلين كما فعل أهل مدين. وماذا فعلوا؟ كانوا غشاشين في كل شيء، خاصة في البيع والشراء. لا، لا أريد أن أسمع حكايات. ما رأيك في أن نذهب ونرى ما حدث بأنفسنا؟ لا بأس، لا بأس، فلنستعد للرحلة. ولكن احذري من أن تخدعيني مرة أخرى، وإلا... قلت لك إني كنت أداعبك. تفضل هذه الهدية. شكرا، شكرا يا زينة. لقد خدعتك مرة أخرى. لن تفلتي مني هذه المرة. إذا حاول أن تضحك بي يا رشيد. بدأ رشيد وزينة رحلتهما للتعرف على قصة نبي الله شعيب عليه السلام مع أهل مدين، فسارا حتى وصل إلى شاطئ بحيرة تحيط بها الجبال. أظن أننا قد وصلنا إلى هدفنا. الأمر الغريب أنه لا توجد بيوت هنا. سأصعد لأعلى وأستكشف المنطقة، ربما أرى بيوتا هنا أو هناك. سأسبقك إلى قمة الجبل يا زينة، فأنا رياضي وأستطيع أن أصل إلى أعلى الجبل بسهولة. إذا هيا سابقني. حاول ثانية أيها الرياضي. قلت لك إني سأسبقك، ولكن لقد سبقتك، لا تحاول أن تتحداني مرة أخرى. سنرى، سنرى أيتها البطلة في المرة القادمة. ما هذا؟ لا يوجد شيء حولنا سوى البحيرة والصحراء، يبدو أننا ضللنا الطريق. انظر يا رشيد، ألمح هناك رجلا يقود جملا. عظيم، هيا لنلحق به لنخرج من هذه المنطقة، وأنا سأسبقك هذه المرة، فالنزول أسهل من الصعود. أتتحداني ثانية؟ سنرى. ها قد سبقتك يا زينة، ولكن أين ذهب الرجل؟ أظنه سار في هذا الاتجاه، هيا بنا بسرعة. انتظر يا عم، يا عم. من أنت وماذا تريد؟ اسمي رشيد، لقد ضللت الطريق إلى مدين، بلد نبي الله شعيب. وما الذي أتى بك إلى قرية سدوم؟ سدوم؟ قرية نبي الله لوط؟ نعم، لقد كانت قرية سدوم مكان البحيرة التي خلف الجبل. ولكن أين البيوت والناس؟ لقد دمر الله سدوم لما عصوا أوامر الله التي جاءتهم عن طريق نبيه لوط، فجعل عاليها سافلها، وزالت القرية بالكافرين من على الأرض تماما. هذا صحيح يا ولدي، ولكن على أي حال فإن مدين ليست بعيدة عن هنا. تعال معي، فأنا ذاهب إلى قرية قريبة منها. شكرا لك. إن بيوت مدين هناك، سأتركك هنا وأكمل سيري إلى قريتي. شكرا لك. كن حذرا جدا يا رشيد،
فإن الحياة في مدين ليست سهلة. ها؟ ماذا يقصد بكلامه هذا؟ ها؟ بدأت أشعر بالقلق يا زينة. اتجه رشيد وزينة إلى أرض مدين حيث أشار الرجل، بعد أن أثار كلامه الحيرة والشك في نفس رشيد. ولم يدر رشيد أن شكه لن يطول، فسرعان ما أدرك ما كان يقصده الرجل. إني أشعر بالخوف يا رشيد. معك حق يا زينة، فلقد بدأت أشعر أن هذه الرحلة ستكون صعبة. قف مكانك أيها الغلام. يبدو أن المشاكل قد بدأت مبكرا يا زينة. ماذا تريد يا عم؟ اخرج ما معك من أموال. ليس معي شيء. يبدو أنك مخادع، اخرج ما معك وإلا. صدقني أنا لست كاذبا. فتشوا يا دمار. دمار، يا له من اسم مزعج. اتركني، ليس معي أموال. ليس معه شيء. حسن، فلنأخذه معنا. هذا رأي جيد، فما دام ليست معه أموال فلنبيعه في سوق العبيد. ها؟ سوق العبيد؟ أرجوك اتركني. خذ هذا الحبل وقيده. قاوم يا رشيد، لا تخف. لا، اتركه أيها المجرم. ابتعد أيتها النحلة المزعجة. زينة، الويل لكم أيها الأشرار.